درس في المنطق. يعني ايه درس في المنطق يا عم اسلام؟ امبارح الحقيقه كان في لقطه غريبه كشفها او كشف تفاصيلها كابتن محمد سعد مدرب نادي اسوان بعد انتهاء لقاء نادي الزمالك او نادي اسوان ونادي الزمالك. توجه الاثنين مدربين الحقيقه الكابتن ايمن الرمادي وجوزوالدو فيريرا لمصافحه بعضهم، كل واحد فيهم رايح يسلم على الثاني. حسب ما صرح كابتن محمد سعد مساعد كابتن ايمن الرمادي قال ان فيريرا قال لكابتن او مستر فيريرا قال لكابتن ايمن الرمادي انا منتظر منك نفس الاداء ده قدام النادي الاهلي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم يعني ايه منتظر منه نفس هذا الاداء امام النادي الاهلي. طيب بمناسبه الموقف ده عشان كده انا بقول في درس في المنطق. منطق وبدهيات الاشياء. المنطق في الدوري في مصر بيقول ان الدوري المصري انطلق سنه 1948. احنا سنه كام؟ 2023. الاهلي فاز كم مره بالبطوله؟ 42 مره. يعني كل الارقام القياسيه في الدوري تقريبا باسم النادي الاهلي. المنطق بيقول برضه إن أي مدرب بيشتغل في الدوري المصري بيتفرج على المنافسين وماتشاتهم. صح؟ والمنطق أيضاً بيقول إن جدول الدوري فيه 18 فريق. أولهم والمتصدر والبطل التاريخي لهذه المسابقة النادي الأهلي. وبعده 17 نادي. مع كامل التقدير يعني ده أرقام. ال 17 نادي اللي بعد النادي الأهلي بيعتبروا التعادل مع النادي الاهلي بطوله خاصه. مش الفوز، مش بس الفوز على النادي الاهلي، ولكن مجرد التعادل مع النادي الاهلي البطل التاريخي بالنسبه لل 17 فريق في الدوري بطوله وفرحه خاصه. الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني ان النادي الاهلي ما عندوش عقده من حد، كسب كل المنافسين على مر التاريخ من سنه 48 لغايه دلوقتي وبنتائج تاريخيه وكبيرة. لفلك لفة كده على جدول الدوري من سنة 48 ولحد النهاردة وراجع نتائج الأهلي. في ناس كسبناها 7، في ناس كسبناها 6، وفي ناس كسبناها بأرقام أخرى. أي فريق في الدوري بيحاول دايما يكسب النادي الأهلي، وده تنافس طبيعي على فكرة. يعني أنا ساعات بقولها بطريقة كوميدية شوية. أنا كنت بلعب ضد النادي الأهلي، فلما كنت بلعب ضد النادي الأهلي كنت بزود الجل. كنا بنقول لبعض كده. لعيبة كانت بتقول لبعض كده، زودوا الجل يا جماعة علشان النهاردة أنت هتلعب النادي الأهلي. ف مصر كلها هتتفرج عليك. مصر كلها هتتفرج عليك، فزود الجل وظبط شعرك وكده ويعني الدنيا تبقى لطيفة. أنا بقولها بطريقة يعني دي طريقة لطيفة يعني. فالفرق واضح. الأهلي لما يكسب أي فريق من ال 17 في الدوري، وزي ما قلت لحضراتكم ولسه زي ما كنت بقول من 3 ثواني إن الماتش خلاص انتهى 3 نقاط من 34 ماتش. بحاول أكسب طبعًا ال 34 ماتش. لكن أي فريق بيتعادل أو بيفوز على نادي الأهلي بيعتبر أنها بطولة. ده الفرق. ده اللي هيفضل موجود تاريخيا بين النادي الاهلي واي منافس تاني انا بلعب معاه. انا بكسب وبجمع نقاط كنادي اهلي عشان افوز بالدوري واحتفل بالبطوله. لكن اي فريق تاني مجرد فوزه على النادي الاهلي ده بطوله. فدايما النادي الاهلي بيقابل ضغط كبير جدا واداء استثنائي من الفرق الاخرى في الدوري، 17 فريق اللي في الدوري. فمش محتاج ان حد يوصي لحد او يوصي على حد. لان الكل بيدي زي ما قلت لكم بيزود الجل. والحقيقه انا شايف ان كل فريق محتاج ان هو يركز في نفسه، وكل واحد يخليه في نفسه وخلاص. فاتمنى ان الناس توصل لها هذه المعلومات التاريخيه. لو محدش عارفها ابقوا وصلوها، لان انا عارف ان الناس بتستنى انا بقول ايه وبعدين يطلعوا ايه. طيب